حد هواه كده. اعلمك يا دودو، مفيش لازم مشكلة نور، اعلمك. خلاص احنا خدنا قرار. طبعا. قولي لي بقى يا نور كده، عايزه اعرف احساسك ايه اول ما سمعتي اول اغنيه في مسلسل لؤلؤ؟ بصي، احنا مبدئيا عشان يكون الجمهور عارف، انا يمكن قلت الكلام ده قبل كده، انا اصلا كنت هغني الاغاني بتاعت دور كاميليا في المسلسل، اللي هو احنا دور نرمين عارفين. الفقي، لانه انا مايله شويه للاغاني الدراما حزينة وبحب حزينة في نفسك وهي قوي يا تلات نور. ارباع الاغاني بتاعتها كانت دراما كده وراسيه. وبعدين استاذ هيثم نبيل طبعا لما عملنا التشيك في الاستوديو، قال لي لا انت شبه لؤلؤ اكتر، شبه شخصيه لؤلؤ اللي موجوده جوه المسلسل، وحتى كمان شبه مي في طريقتها وطريقه كلامها والكلام ده. فجربنا الاغاني، انا بالنسبه لي كانت جديده، كانت تشالنج، يمكن اكون شخصيتي شبه الاغاني بس انا عمري ما غنيت ستايل الغنى ده قبل كده، خالص. فكنت بالنسبه لي تشالنج. ده غير ان معظم الاغاني كان رتمها سريع جدا، وكلامها صعب كلامها جدا. صعب، كلامها بيتقال بسرعة، ده حقيقي. وده تشالنج بالنسبة لأي مطرب على فكرة، اللي مش متعود يغني اللون ده من الأغاني كان تشالنج بالنسبة لي بقى، بس اتبسطت جدا، يعني أغاني أول فيها مرة، انرجي عارفة برضو ولذيذة. إحساس إن أنا صوتي مسموع والناس كلها كانت بتغني طبعا الأغاني؟ طبعا يعني طبعا. أنا كنت طول ما أنا ماشية في الشارع الأغاني شغالة في العربيات وفي المحلات وفي كل مكان. انا وانا ماشيه في الشارع في اي زحمه بسمع، ببقى سامعه الاغاني كنت بتاعتي في بتقولي كل إن ده حته. إنتي؟ لا كنت ساكتة. ده حقيقي، احنا في الاول كنا متفقين ان احنا نستنى شويه على انه نعلن، علشان يبقى في عنصر تشويقي للناس، لانه عايزه اقول لك لو كنا قلنا من الاول ما كانش الموضوع هيعمل الضجه او اللي احنا كنا انا فاكره كويس قوي كل الناس كانت فاكره ان ده صوت مي عمر في الاول، بالظبط، لان يعني انا كله في كان بعض متفاجئ. الاغاني كنت بحاول اقرب من شخصيه مي حتى في طريقه كلامها، وفي اغاني تانية احنا كنا قاصدين ان في اغاني تانية يبقى باين. استاذ محمد سامي كان بيقول لي نور يعني روحي للطرب، فاقول له طب ما هو ده مش مش هيبان، شبهها. مش شبه مي، يقول لي لا روحي، احنا عايزين الناس تتلخبط، يبقى في ناس فاكره وفي ناس فاكره ده حصل كده، جدا. وده اللي حصل طب فعلا. احنا عايزين نسمع السوشيال اغنية من ميديا كانت المسلسل، مقلوبه. لازم تمام نسمع طبعا. اغنية من مسلسل لؤلؤ. بصي انا بحب اغنيه تتر المسلسل جدا، طب يلا بينا. الغنوه دي بالنسبه لي انا اتظلمت يعني.